أن العلاقة الإسرائيلية واستئنافها يستهدف الجزائر، أنا سؤالي هو ما الذي تفعله الجزائر لإسرائيل حتى تعاديها أو تستهدفها؟ يعني إذا كان العنوان الأساسي مثلاً حينما تتكلم إيران على أنها عداء لها عداء مع إسرائيل، هذا مفهوم، إيران تدعم بالسلاح حماس وتدعم حزب الله. حتى نبدأ بشكل صحيح، لم أسألك عن الجزائر. لم تحرك سيد عبد الفتاح، حتى نبدأ بشكل صحيح، لم أسألك عن الجزائر، سألت عن مذكرة التفاهم عن الإطار الذي تأتي فيه، تفضل. أتكلم عن الإطار الذي تأتي فيه، يعني دعيني أجيب لك بجوابي بالطريقة التي تناسبني سيدتي من فضلك. تفضل. أنا أقول أنه الآن هذا الهلع الجزائري لا علاقة له بالسياق، أرجوك دعيني أجيب. هذا الهلع الجزائري الذي يسبق والذي يلي والذي يتلو كل حادثة وكل واقعة من هذا الصرف لا علاقة له بالسياق، وأنا آتي لأقول أن السياق العلاقة المغربية الجزائرية استغلف منذ العام الماضي، وهذا وضع طبيعي ويمكن أن يذهب إلى أبعد مدى، ولا علاقة له مطلقا بكل هذا الهلع الجزائري، لأنه في الحقيقة هناك مواضيع عسكرية أمنية تلح على المنطقة، تلح على العالم، تلح على أجندة التحالفات والتكتلات الدولية الجديدة، في مقدمتها الإرهاب، في مقدمتها الوظيفة الجديدة للجيوش في وضع الوباءات وما الأوبئة وما إلى ذلك. إذا هناك سياقات كثيرة متعددة في ضمن أيضا المشاكل الرقمية، المشاكل الأمنية، أشياء كثيرة تلح على هذه الأجندة، لا علاقة لها مطلقا بكل هذا الهلع الذي يثيره الإخوة الآن في الجارة الشرقية باعتبار أنهم يعني تعاديهم المغرب بهذه الاستئناف العلاقات أو بعلاقتها العسكرية أو بزيارة وزير الدفاع الإسرائيلي. كل هذا كلام لا طائل من ورائه لأنه لا دليل عليه. سيد نور الدين، أنتقل إليك بهذه النقطة، كل التفاهمات التي تجريها الرباط مع تل أبيب لا علاقة لها باستهداف الجزائر يقول ضيفي، وهذا الهلع كما وصفه غير مبرر، ولو أننا لم نشهد أي رد رسمي في الجزائر على هذه الزيارة، لكن هناك تصريحات سابقة تحديدا على زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى المغرب والتي قالت فيها الجزائر أنه أدلى بتصريحات ضدها. تفضل سيد بورتيل. مرحبا سيدتي الفضيلة، بالنسبة للجزائر لم يظهر عنها أي موقف ولا تهتم بما يحصل بين دولة الاحتلال المغربية ودولة الاحتلال الصهيونية، لأن هذا شأن خاص بهم. لكن بالرجوع للسياق سيدتي الفضيلة، نجد أنه المغرب سابقا عندما وقع اتفاق حرب إلكترونية، يعني بالرجوع للتاريخ لعل الضيف الكريم من المغرب لا يعرف العلاقات الدولية ويعرف مواقف دولته المغربية، لا يعلم أنه يوم 14 يوليو، لا لا قلت فقط يعني معلومة سيد الفضيلة، يوم 14 يوليو يمكنك أن تتفضل بالمعلومة. وزير الخارجية سفير، نعم، يوم 14 يوليو سفير الكيان الصهيوني لدى المغرب أعلن عن حرب إلكترونية بالتفاهم، الجزائر لم تعلق وقتها. بعد ذلك بأربع أيام فقط أعلن تحالف لعدد من الصحفيين الدوليين ولا علاقة للجزائر أيضا بالموضوع، عن تجسيد هذا التحالف بين الكيان المغربي المحتل والكيان الصهيوني المحتل. تجسد ذلك في برنامج بيغازيوس الذي هو تجسيد لحرب إلكترونية. إذا يوم 14 كان هناك اتفاق أمني بين الكيان المغربي والكيان الصهيوني 14 يوليو، يوم 18 يوليو تم تجسيد هذا، يعني تم فضح هذا الاتفاق. لهذا سيدتي الكريمة، الآن وجدنا اتفاق عسكري، في البداية كان اتفاق أمني، حاليا اتفاق عسكري، لا ندري ماذا بعد هذا الاتفاق العسكري. ثم سيدتي الفاضلة، نفس هذا الشخص لو سئل، طيب أنا لا أشخص لكن أتكلم عن الفكرة، نفس هذا الشخص لو سئل قبل سنة أن المغرب سيقوم باتفاق عسكري مع الكيان الصهيوني كان سيقول لا ونحن نرفض التطبيع وغير ذلك. اليوم غير موقفه، وحاله حال ملوك المغرب منذ استقلال، منذ استقلال الجزائر مر على المغرب ملكين وكلاهما غير موقفه عدة مرات. طيب سيد نور الدين، تحدثت عن ما تطلقه الجزائر من اتهامات تحديدا في مجال التعاون في الاستخبارات سيد عبد الفتاح، هذه الاتفاقية أو مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم تحدثت أيضا أو تحدثت بعض المصادر من الدفاع الإسرائيلية على أنها ستعزز التعاون الاستخباراتي، والجزائر تقول أو قالت في السابق أن هذا التعاون استهدفها بشكل خاص. هنا ربما تأتي المخاوف الجزائرية، ما الذي قد يبدد هذا المخاوف؟ ما الذي يمكن أو الضمانات التي يمكن أن تقدمها الرباط من أجل تبديد هذه المخاوف؟
قبل إجابتك عن الضمانات والمخاوف، دعني أرد على بعض المغالطات التي ساقها الضيف الكريم من الجارة الجزائر، من دولة الجزائر، بأنه للأسف يعني يدعي يعني في المعلم معرفة وهو كله نقائص، أو يقول شيء ويفعل عكسه، تتكلم عن كيان مغربي في حين لا يجرؤ على أن يرد على الرئيس الفرنسي الذي قال عن الجزائر أنها كيان مصطنع سنة 1962، لا يجرؤ أن يقول نفس الكلام عن فرنسا، يتكلم بانه شيء كلام خارج العلم وخارج علم السياسه، خارج العلاقات الدوليه، خارج كده. اسمها الدوله المغربيه العريقه الشريفه، عمرها ما يزيد على 12 عاما، شئت ام ابيت، الا لم تكن تعلم ذلك تعلم يعلمه اليك. ثم من ناحيه اخرى هذا الاخ يعني يتكلم عن افكاري، وان كنت ساقول يا سيدي انا منذ وقت على الاتفاق قلت ان هذا الاتفاق يمكن حتى بعد مدى نضل في نفس النقطه ونناقش الافكار، عقبت عليها سيد عبد الفتاح على مغالطاته، يعني انا اناقش الاكيد الاكيد يمكن الرد على مغالطه ما وصفتها بمغالطاته، تفضل. يعني هذا ليس نقاشا، تفضل. نعم عندما يتحدث بالشخصنه فلن يكون ذلك نقاشا سيد عبد الفتاح، تفضل. قبل سنه يعني دعني ارد على كلامي، قال انني قبل سنه كنت ساقول العكس، انا قبل سنه اذا عدت الى ارشيف حديثي قلت انه منذ البدايه هذا الاتفاق يمكن ان يذهب الى ابعد مدى ما دام في اطار استقلاليه المغرب، استقلاليه قرار المغرب، ليس فيه اي عداء لاحد، لا علاقه له باي اوهام تنشرونها وتبثونها عبر اعلامكم. فيما يتعلق بالضمانات، الضمانات الكافيه للجزائر والطريقه التي يعاملها بها المغرب. في الحقيقه المغرب منذ ان بدات هذه الافلام التصعيديه الكرتونيه التي تقوم بها الجزائر والمغرب لا يبالي بها، لم يلتفت اليها، بالعكس بل يبادرها بالحسنى. قطعوا اغلقوا المجال الجوي، المغرب لم يغلق عليهم المجال الجوي. قطعوا العلاقات، المغرب لم يقطع العلاقات. فعلوا قالوا كل كلام، حتى رئيسهم يتكلم بطريقه ذباب الكتروني، اجابه المغرب بتعزيه في الرئيس السابق. يعني المغرب الضمانات يعطيها بسلوكاته، لا يمس اي شيء يتعلق بالمغرب. اما ان يقول الكيان المغربي المحتل، يعني تتكلم على انه الجزائر مراقب، انت تضرب موقف دولتك الرسمي الكاذب الذي يسوقونه بانها مراقب في هذا النزاع المفتعل حول صحرائنا بقولك ان المغرب محتل. هذه الجمله انت عكس ما يقوله كبراناتك، للاسف الشديد انكم اصبحتم تخبطون خطا عشواء. سيد نور الدين اعود اليك مع التحفظ على بعض الالفاظ، لكن اعود اليك بالسؤال حول ما قاله تحديدا في الموقف المغربي الذي يقدم الضمانات في كل مره للجزائر. شهدنا العاهل المغربي وهو يقول أمن الجزائر من أمن المغرب، ألا يكفي ذلك كضمان للجزائر ربما تثق فيه بعيدا عن أي تفاهمات سيادية توقعها الرباط؟ سيدتي الفاضلة، يعني بالرجوع إلى كلام الملك المغرب محمد السادس، تكلم هذا الكلام 13 يوليو، بعد ب10 أيام يوم 11 يوليو 11 أغسطس كان سفير وزير خارجية في الكيان الصهيوني في مدينة مراكش ثم في مدينة الرباط وأطلق تصريحات ضد الجزائر. يعني أحد أمرين، إما أنه المتحكم في المغرب هو الملك الذي أطلق تصريح يوم 31 يوليو، أو المتحكم هو وزير خارجية بوريطة الذي سمح لوزير خارجية الكيان الصهيوني بالتهجم على الجزائر. ثم ملك المغرب عندما يقول أن الأذى لن يأتي إلى المغرب، يعني الأذى للجزائر لن يأتي إلى المغرب. طيب نرجع إلى العلاقات الثنائية، بعد استقلال الجزائر سنة 1962 الذي أعلن الحرب على الجزائر سنة 1963 هو المغرب، سنة 1969 المغرب لم يكن له فقط أطعم في الجزائر، كان له أطعم في الجزائر، في الصحراء الغربية، في موريتانيا، هذه دولته السبعية، في شمال مالي أيضا. إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا سيدتي الكريمة، كيف يقول المغرب أنه ليس لديه نية لإيذاء الآخرين؟ والدستور المغربي في المادة 41 تكلم عنها أن سلطة الملك المغربي تتمدد إلى الحدود الحقة وليس الحدود الواقعية. بالنسبة للحدود الواقعية، الآن عندما تكلم عن نية المغرب، سيدتي الفاضلة، سنة 1972 ملك المغرب الحسن الثاني ورئيس الجزائر هو البومدين وقعوا على اتفاقية ثنائية لترسيم الحدود. ماذا صدقت عليها الجزائر؟ الجزائر صدقت عليها سنة 1973، لكن المغرب بحكم أنه لديه نية سيئة لم يصادق عليها إلا بعد 20 سنة. هذا المغرب نفسه الذي لم يصادق على اتفاقية من الجزائر إلا بعد 20 سنة يهرول حاليا، يبيع شرفه مع الكيان الصهيوني، يتعارك مع الكيان الصهيوني، ويوقع اتفاقيات لم توقع حتى مصر. ما تقول الجزائر انه تقول انت بيع الشرف وبيعا للمبادئ وخيانه للقضيه الفلسطينيه، بالنسبه للمغرب هي سياسه امر الواقع.
لا شوفي سيدتي الفاضله، لا تدخل يعني لا تدخل في موقفهم، لكن تكلم يعني مقارنه مثلا بين المغرب، يعني بين كيف تعامل المغرب مع الكيان الصهيوني وكيف تعامل مع الجزائر، 20 سنه حتى يصادق على اتفاقيه ترسيم الحدود بينما مع المغرب في سنه واحده بدا يهرول نحو اتفاقيه امنيه، اتفاقيه سياحيه، اتفاقيه رياضيه، اتفاقيه وغيرها من الاتفاقيات. سيدتي الكريمه حنا نتكلم عن نظام يهرول نحو تطبيع نظام المغرب. اعتقد السنه الماضيه ان تغريده ترامب كافيه حتى تغير الوضع القانوني للصحراء الغربيه، لكن في الاسف لكن في الاخير باع شرفه لاجل الاعتراف، فضاع الشرف وضع الاعتراف. سيد عبد الفتاح، الجزائر لا تثق في كل ما تعدها او يعدها المغرب به، وبالتالي هي الان تتحفظ وتتحدث عن مخاوفها بشكل مباشر وقطعت العلاقات وتتخوف ايضا من اي تفاهمات تحديدا مع اسرائيل التي تقول او ربما التي تقول الجزائر انها عبرت عن عدائها لها بشكل مباشر من الدارة البيضاء. هذه اسطوانه مشروخه يجبرها كل من يتكلمون في حقيقه من الجزائر ويدافعون عن اطروحه نظام الجزائر، ولا علاقه لها بالشعب الجزائري في اخر المطاف. اولا كل ما قاله الضيف الكريم فيما يتعلق ببيجاسوس وما يتعلق بكل هذه التهديدات، اذا كنتم دوله وتتصرفون كدوله ولديكم ادله توجهوا الى المحكمه العدل الدوليه والى مجلس الامن ولتتخذ القرارات وفق الشرع الدولي اذا كنتم تؤمنون بالقانون الدولي. فيما يتعلق بالعداء، تاريخ العداء يعني يخلط الكثير من الامور. حرب الرمال الذي بدأها هي المناوشات التي بدأها جنود الجزائر على الحدود وافتعلوا هذه الحرب التي انطلقت بعد ذلك وتوقفت الحرب بالمغرب بحكمة المغرب وبقرار مغربي. سنة 1969 الذي لا تذكروه ولا تجروه على الحديث عنه وقعت يعني اتفاقية في إفران، اتفاقية صداقة وحسن جوار بين المغرب وبين الجزائر، وجاء الهواري بومدين وبدأ يربط ويشبك مع الجنرالات الجيش المغربي انذاك، وكانت محاولات انقلابيه مقيته وفشلت جميعها بفضل يعني اتحاد بين الملكيه وبين الشعب في المغرب. سنه 1972 الاتفاقيه التي وقعت كانت فيها مجموعه من النقاط ومجموعه من التفاصيل لم تلتزم بها الجزائر، وحينئذ لم يكن هناك برلمان مغربي بالمناسبه، مجموعه من التعقيدات الشكليه التي حالت واخرت المصادقه الى العام 1992. وصل الرد بالنسبه للعلاقه التاريخيه سيد عبد الفتاح. كل هذا اسرائيل ايضا المغرب لا دعيني رجاء دعوني اكمل سيد عبد الفتاح، احاول الاستثمار في الوقت فقط. سيد عبد الفتاح لدي وقت محدد للاجابه على كل سؤال، تم الرد على النقاط التاريخيه فقط. اعطيني تفضل 20 ثانيه حتى اطرح عليك سؤال اخر. تفضل سيد عبد الفتاح، تفضل. علاقة المغرب بإسرائيل في العام 2000 قطع المغرب علاقته حينما كانت انتفاضة الأقصى، ومنذ إذن علاقة المغرب مقطوعة. الآن هناك سياق آخر، هناك دوافع أخرى، هناك مستجدات أخرى لا علاقة لها بكل ما تتكلم عنه، لا بعداء جزائري ولا غيره. السياق الآخر حينما تكلم لا يمكن لوزير خارجي أن يكمم فم سفير دولة أو وزير خارجي لدولة أخرى وهو على طول. السياق الآخر هو تفعلونه أنتم سياق اليوم. سيد عبد الفتاح من فضلك السياق الآخر، دعني هنا أطرح سؤال، هل ممكن أن يذهب إلى غاية تشكيل تهديد عسكري على الجزائر، خصوصا وأن الجزائر تقول إن 3 من مواطنيها قتلوا من قبل الجيش المغربي وتحدثت عن ذلك، وتقول إن المغرب وأيضا كان هناك حادثة أخرى على حدودها الغربية، هل يمكن أن يتطور ذلك إلى تشكيل تهديد مباشر عسكريا على الجزائر؟ هذه المسرحيه التي فبركوها والتي بسببها قاموا باقاله قيدي الجنرال الجزائري، لو كانت لديهم ادله تقنيه عليها لواجهوا بها من روسو على الاقل. يا اخي اخطروا من روسو واخطروا الامم المتحده واخطروا المؤسسات الدوليه وانذاك افعلوا ما شئتم. اذا كنتم تريدون حربا فنحن جاهزون لالف حرب، فقط التزموا بقواعد التعامل الدولي وبقواعد الشرعيه الدوليه. من ناحيه اخرى العلاقه مع اسرائيل، الجزائر والله لو كانت تقدم ربع ما تفعله مع بوليزاريو لحماس لكنا نقول ان اسرائيل لديها ما يدفعها لاعداء الجزائر. الجزائر لم تفعل شيئا للفلسطينيين يستدعيها لكي تعادي يعني تعادي اسرائيل. كم اعلنت قيام الدوله الفلسطينيه معينه من الجزائر سيد عبد الفتاح؟ هذه تسلح وتدرب وتعطي تمويل واسلحه. ماذا ايضا عن رئاسه لجنه القدس للملك يا استاذ يا استاذ؟ نعم تفضل اكمل معك. المغرب يرأس لجنه المغرب يرأس لجنة القدس
والملك محمد السادس مباشره بعد ان اعلن ترامب ان القدس عاصمه لدوله اسرائيل، انذاك الملك المغربي اصدر بيانا شديد اللهجه لم تقم به الجزائر. حينما حدث اقتحام لبيوت المقدسيين كان موقف المغرب حازما وشديدا. الجزائر في الموضوع الفلسطيني هي على المستوى السياسي تتبنى الوضع العربي السلام، ولا يمكنها ان ترتفع عن سقفها، مثلها مثل المغرب مثل غيرها. المغرب يزيد عليها بدعم الفلسطينيين، ولا يمكن للجزائريين في الموضوع الفلسطيني ان يكونوا افضل من اسماعيل هنيه ومن محمود عباس ابو مازن. هؤلاء علاقتهم جيده بالمغرب وكملوا كل ما وصلت هذه الفكره، دعني اشرك سيد نور الدين فيها. الجزائر لم تقدم شيئا للشعب الفلسطيني ولا لقضيته. والنقطة الأهم التي قالها سيد عبد الفتاح، إذا كنتم تريدون الحرب فنحن جاهزون لألف حرب. هل يمكن فعلا أن يتطور هذا التصعيد إلى تصعيد عسكري بين البلدين؟ لا سيدتي، لا تقوليني ما لم أقل، رجاء. مسجل سيد عبد الفتاح، مسجل ما قلته. إذا كانت لديهم الأدلة وذهبوا إلى الشرعية الدولية. سيد عبد الفتاح، مسجل ما قلته. إذا كنتم تريدون حربا فنحن جاهزون لألف حرب. وكانوا يريدون حربا. طيب، إذا كان لديهم أدلة أولاً فليتوجهوا إلى الشرعية الدولية. الحكم بيننا الأمم المتحدة ومجلس الأمن، هناك قانون دولي، نحن لسنا في غابة. طيب، أخذت كامل الوقت سيد عبد الفتاح. سيد نور الدين، إليك الرد. نعم، أولاً بالنسبة لدعم الجزائر للقضية الفلسطينية، على فرض أن الجزائر لا تدعم، من وضع اليوم يده في يد قتلة الشعب الفلسطيني هو وزير الدفاع المغرب وليس وزير دفاع الجزائر. المغرب اخر ناس يتكلم عن القضيه الفلسطينيه. في كل الدول العربيه لا يوجد ولا دول عربيه لديها اتفاق عسكري مع الكيان الصهيوني الا المغرب، فقط المغرب لا شيء اخر. لما قبل ما يتكلم ثم الاخ الفاضل، يعني صراحه يعني لا ادري كيف يريد ان يحاورني في امور وهو لا يعلمها وياتي بادله ضده. عندما يتكلم عن اتفاقيه 69 تكلمت عن حسن الجوار. اين حسن الجوار من دعم منظمه ارهابيه بلسان ممثل المغرب في الامم المتحده؟ طيب سيد نور الدين، حتى لا نستفيد كثيرا في هذه النقاط التاريخيه، كل هنا يمثل رايه. دعني اتحدث عن اليوم ومن فضلك الاجابه على سؤالي. نعم سيدتي الفاضله، حتى 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 اليوم يعني عندما نتكلم يعني عن الثقه في المغرب، كيف يمكن الثقه في المغرب ووجدنا ان هناك عده خيانات جاءت من المغرب للجزائر؟ بعد استقلال حرب الرمال بدا اعلنها المغرب ولم تعلنها الجزائر. بعد ذلك الجزائر وقعت اتفاقيه ترسيم الحدود، المغرب لم يصادق عليها الا بعد 20 سنه والجزائر صادقت عليه بعد سنه واحده. سنه 1976 المغرب قطع علاقاته الدبلوماسيه مع الجزائر. سنه 1988 عندما تم استئناف العلاقات من بين البنود وهو بناء المغرب العربي، والذي طعن المغرب العربي في الظهر هو المغرب ايضا سنه 1996 ديسمبر 1996، بعدها ايضا سنه 1994 عندما بدا المغرب الجزائر بدعم جمعيه مضطرة لأن أنتقل إلى الضيف الآخر. معك دقيقة واحدة للإجابة. لا سيدتي الفاضلة، والله صراحة أنا عندما تكلمت، نعم سيدتي الفاضلة، عندما تكلمت أنا تكلمت عن أن المغرب سياسته متقلبة. عندما نتكلم يعني المغرب يعني طعن الجزائر عدة مرات، طيب ما نترك كل الماضي، نتكلم عن الحاضر. أولا، من أعلن عن دعم جماعة إرهابية وهي جماعة الماك هو ممثل المغرب في الأمم المتحدة وليس الجزائر. مثل قضية القرصنة، عندما تم الإعلان عن قضية القرصنة وتم استهداف المسؤولين الجزائريين بجريمه عابره للحدود الوطنيه، الذي اعلن عن ذلك رئيس الجزائر ايضا. عند يعني من يتحرش بالاخر؟ من يعني الان سيدتي الفاضله ما تكلم عن نظام يفكر بطريقه اجراميه هو النظام المغربي. عند قضيه قرصنه، قضيه دعم جماعه ارهابيه، قضيه الاعتداء على الحدود الوطنيه للجزائر، قضيه تهديد الوحده الترابيه للجزائر، في المقابل النظام الجزائري يفكر بطريقه دبلوماسيه. في البدايه كان استدعاء سفير الجزائر لدى المغرب، ثم استدعاء السفير المغربي، طلب توضيحات، قطع العلاقات والغاء المجال الجوي. عندنا نظامين سيدتي الفاضله، حتى اخطب ولا تجاوز دقيقه، نظام يفكر بطريقه اجراميه ويفكر بطريقه الاختراقات وطريقه دعم الجماعات الارهابيه، ونظام يفكر بطريقه دبلوماسيه. سيد عبد الفتاح، ولو اني لم اتلقى الرد باختلاف الاراء بينكما، لكن عندما اتحدث عن الاخبار وعن الواقع، فان الجزائر مثلا تشهر عدائها لاسرائيل تحديدا فيما يتعلق بمشاركتها كعضو مراقب في الاتحاد الافريقي، وهي تحاول بكل الطرق وتظهر رفضها القاطع لهذه المشاركة. كيف ترد على ذلك؟
والله الجزائر مشكلتها كلها هي انها كل كلامها خطابات وكلام وشعارات، حتى دعم فلسطين تدعمها بالشعارات، الكلام في السياسه وفي الاعلام هذا يعني ببلاش كما يقال، لكن الموضوع يتعلق بالواقع بالفعل، بالفعل وبالواقع لم تفعل الجزائر شيئا للفلسطينيين، لم تقدم لهم، لا يوجد ولا مستشفى ميداني واحد جزائري في غزه، لم تقدم لهم شيئا للفلسطينيين، يعني الفلسطينيون يعني لو سالنا محمود عباس ابو مازن او سالنا اسماعيل هنيه سيقول لك هذا الكلام، واسماعيل هنيه جاء بعد اتفاق الاسرائيلي جاء الى المغرب وقال هذا الكلام ويعرف انه هناك فصل شاسع لانه ياسمه للراي العام للعربي الذي يسمعنا، هذا التلازم بين مقاطعه اسرائيل وبين الالتزام بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين، هذا التلازم صنعه القوميون العرب على ايام الناصريه وهو بخلاف منطوق القانون الدولي وقرار التقسيم، وبعد ذلك ولد ماذا عن الاتحاد الافريقي؟ هذا الموقف اساسا لا علاقه له بسياقنا المعاصر. موضوع الاتحاد الافريقي هذا الموضوع يتعلق بالاتحاد الافريقي الان على اوبة اصلاحات مؤسساتيه، اسرائيل ستدخل اليه يعني شاءوا ام ابوا والزمن بيننا، فيما يتعلق بمواقفهم هذا كلام يقولونه، قالوا اشياء كثيره، هم يتكلمون حتى